أهلا بكم في هذه الجولة الصحفية الجديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. بداية الجولة من الصحافة المحلية ونقرأ من الجمهورية. السيسي تابع في اجتماع موسع الإعداد لرئاسة اتحاد مصر للقارة السمراء. كل الأمكانات لدفع العمل الإفريقي المشترك، توسيع دائرة التعاون ومكافحة الإرهاب والتكامل الاقتصادي أهم الملفات. مدير الوكالة الدولية في القاهرة، مصر تقود إفريقيا في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. الأزهر والفاتيكان، لقاء القمة في الإمارات. ونتابع من عناوين صحيفة الأخبار. الرئيس يلتقي مدبولي وأحد عشر وزيرا ورئيس المخابرات العامة، ويوجه بتوسيع التعاون مع الدول الإفريقية ومد جسور التواصل مع شعوبها. مدبولي يخصص أراضي لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في المحافظات. نور حياة تضيء عيون المصريين، مليار جنيه تكلفة المبادرة والمجتمع المدني إيد واحدة لتنفيذها. إلى اليوم السابع التي كتبت: رجال القوات المسلحة والشرطة يقضون على خلية إرهابية بالصحراء الغربية. المتحدث العسكري: قتل 8 إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين وتدمير 3 عربات دفع رباعي بالظهير الصحراوي غرب البلاد. وفي سياق آخر: تدشين مجمع صناعي ضخم بأسيوط على مساحة 70 فدا. صحيفة الوطن: رفع تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمار إلى الدرجة الخامسة. سحر نصر: خطوة لجذب رؤوس الأموال لتنفيذ مشروعات قومية وانطلاق مجلس استثماري مصري بلغاري. أساسات أعلى برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية مارس المقبل. 2 مليون زائر في معرض الكتاب الدولي. من أبرز عناوين المصري اليوم: دون الجبل بالمنيا تشهد أول اكتشاف أثري للعام الجاري. العناني: الاكتشاف عبارة عن مقبرة أثرية بها 40 مومياء لمقابر عائلية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة. ولمحبي الرياضة: الأهلي يسحق سيمبا تنزاني بخماسية وينفرد بالصدارة، والزمالك يتسلح بالماضي أمام جورماهيا بالكونفدرالية. إلى صحيفة الأهرام، وفي افتتاحيتها اهتمت بالمؤتمر العالمي حول الأخوة الإنسانية الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة اليوم بمشاركة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان. في التفاصيل: تبدأ اليوم أعمال المؤتمر العالمي حول الأخوة الإنسانية على أرض الشقيقة دولة الإمارات تزامنا مع احتفالاتها بعام التسامح، والذي يجتمع فيه كبار قيادات المؤسسات الدينية في العالم، يتقدمهم فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان في أول زيارة تاريخية للإمارات. كما سيوجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بيتريارك الكرازة المرقصية كلمة يلقيها نيابة عنه الأنبا يوليوس الأسقف العام لبيتريركية الأقباط الأرثوذكس. ومما لا شك فيه أن دروس الوحدة الوطنية المصرية ملهمة لكل الشعوب، ويبقى على العالم حسن الاستفادة منها. ونتحول مع حضراتكم إلى أبرز ما جاء بالصحف العربية. البداية من الشرق الأوسط: تفاهم تركي أمريكي على المنطقة الآمنة، وواشنطن تتمسك بقاعدة التنف لمواجهة إيران. واشنطن تدعم الجهود لمنع سيطرة حزب الله على لبنان. الأمم المتحدة ترعى اليوم محادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين. العراق والأردن يتوصلان إلى اتفاق بشأن تجارة النفط والسلع. وإلى صحيفة السياسة الكويتية كتبت: قمة روسية إيرانية تركية في سوتشي لحسم ملف إدلب. موسكو وأنقرة أطلقتا عملية ضد النصرة بالمدينة. العراق يفكك صواريخ إيرانية معدة لاستهداف قاعدة أمريكية. الحكومة اللبنانية الجديدة اجتمعت وسط ترحيب عربي ودولي. وميشيل عون يؤكد: المرحلة المقبلة أفضل بكثير. من عناوين صحيفة الحياة: استقالة مسؤول بارز في النصرة في ظل ترتيبات لمرحلة مقبلة في إدلب. التحالف الدولي يستهدف موقعا عسكريا سوريا عند الحدود العراقية.
الأردن يستضيف جولة محادثات جديدة لبحث اتفاق الأسرى اليمنيين. سعد الحريري يؤكد التحديات كبيرة ونأمل في إرساء الاستقرار في البلاد. نواصل مطالعتنا الصحفية مع حضراتكم ونقرأ هذه المرة من الخليج الإماراتية. طبول حرب إسرائيلية على غزة، صلوات تلمودية قرب المسجد الأقصى. الحكومة اللبنانية تشكل لجنة لصياغة البيان الوزاري. مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة يلمح إلى تأجيل انتخابات نيابية ورئاسية في البلاد. ومن أبرز عناوين الدستور الأردنية، أبو الغيط يبحث سبل حلحلة الأزمة الليبية مع المسؤول الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. لجنة مراقبة الهدنة باليمن تجتمع على ظهر سفينة تابعة للأمم المتحدة. التحالف الرئاسي في الجزائر يعلن ترشيح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبل. في مقال لها أكدت صحيفة البيان الإماراتية أن الاقتصاد المصري بدأ ينهض بشكل ملحوظ وبات على الطريق الصحيح. مقال بعنوان تعافي الاقتصاد المصري وتفاصيل تقول: مصر حققت تقدما اقتصاديا كبيرا يؤكد نجاحها في تحقيق الاستقرار الكلي، حيث أن معدل النمو في مصر من أعلى معدلات النمو في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه الانخفاض الدائم. ما حدث من تطورات اقتصادية خلال السنوات الثلاث الأخيرة يعتبر نجاحا كبيرا، ولكنه لا يزال يحتاج إلى استكمال لكي يجتاز الاقتصاد المصري مرحلة عنق الزجاجة التي مر بها. وكل المؤشرات توضح أن الفترة القادمة ستكون مرحلة حصاد ثمار الإصلاح لكل المواطنين. ونتوقف الآن في محطة الصحف العالمية ونبدأ من عناوين صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. المعارضون للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتدفقون إلى الشوارع في يوم حاشد من الاحتجاجات. قادة المعارضة يأملون في الاستفادة من الضغط الدولي ضد الحكم الاستبدادي. روسيا تخرج من المعاهدة النووية في رد فعل مماثل لتحرك الولايات المتحدة. إدارة ترامب علقت المعاهدة الجمعة وتلتها روسيا. والصين تحث القوتين العظميين على مراقبة الاتفاقية. من صحف الفرنسية نقرأ من لوموند: مادورو يهدد بإجراء انتخابات مبكرة في عام 2019 وأنصاره ينزلون للشوارع لدعمه. السترات الصفراء تحتشد في السبت 12 منذ 17 من نوفمبر. تتجدد المظاهرات في ميدان الجمهورية في العاصمة الفرنسية باريس. الكشف عن مقبرة فرعونية تضم عشرات المومياوات بمنطقة أثار تون الجبل في مصر. وإلى صحف البريطانية نقرأ من ساندي تايمز: خطة سرية لإجلاء الملكة إليزابيث الثانية وسائر أفراد العائلة المالكة من لندن في حال حدوث عمل شغب إذا تم بريكست بدون اتفاق. الخطة تعود لمرحلة الحرب الباردة وكانت مخصصة للعمل في حال هجوم نووي من الاتحاد السوفيتي، لكن أعيد صياغتها في الأسابيع الأخيرة. ونبقى مع الصحف البريطانية ونطالع من ساندي تيليغراف: انتشار كراهية إسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي والكراهية تكتسب زخما جديدا. 50 من المشاهير والمثقفين في بريطانيا يدعون إلى مقاطعة إحدى المسابقات العالمية لأنها ستقام في تل أبيب، ويتهمون إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أنه خسر الكثير من الأموال بسبب عمله كرئيس. تصريحات ترامب تأتي بعد يوم واحد من الإعلان عن إضافة 30,000 وظيفة جديدة بالولايات المتحدة. من صحيفة هارس الإسرائيلية نطالع: غياب الاستراتيجية في سياسة واشنطن تجاه سوريا. بعد الغياب عن المسرح السوري عسكريا ودبلوماسيا، يبدو أن الكونغرس سيصدر قوانين لن تؤثر على النظام لكنها ستضر بالمواطنين السوريين. رفض طلب نتنياهو النائب العام لن يؤجل قرار الاتهام بالفساد الموجه إلى نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات. والمتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يشير إلى ضغوط من قبل وسائل الإعلام لتقديم لائحة الاتهام بأي ثمن. وأعود إلى صحيفة نيويورك تايمز التي رصدت تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقالت إن الضفة الغربية تحترق وحكومة نتنياهو صامتة عن عنف المستوطنين. المزيد: الجنود الإسرائيليون لا يكتفون بغض الطرف عن عنف المستوطنين فحسب، بل يشاركونهم أحياناً. الهجمات التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم تصاعدت بنسبة 50% العام الماضي، وهو أمر يهدد باشتعال الضفة الغربية. آخر هذه الهجمات كانت على قرية المغير وسط صمت فاضح من حكومة إسرائيل اليمينية التي تخشى فقد الأصوات المستوطنين في الانتخابات المقبلة. نتنياهو الذي يسعى لولاية خامسة ينافس خصومه الآخرين
من تيار اليمين للحصول على تأييد المستوطنين، بينما يواجه تحقيقات في اتهامات بالرشوة وأكبر تحدي سياسي في سنوات. بأوضاع داخل الإسرائيلي والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة نصل وإياكم إلى ختام جولتنا الصحفية. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.